شوفوا الناس متمومكة قاعدة فردها مستراحين، باعوا يشروا والله يشتغلوا من المغاربة، ذاك يعني غير بعد ما حركوا. نحن صدر دفعنا وخنينا والآخر شما عد عائلاتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المقاربة ياك عدو عدو يا أخي، سامحين لك تصوت، أنت سامحين لك تصوت يا الصحراوي، سامحين لك تصوت، سامحين للمواطنين اللي الصحراويين اللي تحت سلطتهم بأعلى لهم يصوتوا ويختاروا أشخاص يقودوهم، والله يقودوهم في تسيير الجهات يعني المحليات وما شابه. زين احنا هون هذا ما هو عندنا في الرابولي يا اخي، في الرابولي قصوا عندهم مؤتمر يهربوا عنا يصوتوا على رصهم ويجون يقولوا لا صوتوا يفرضوا علينا عنا صوتنا. المغرب عاطي حقوق بالتاكيد من ضمنها هذا حق التصويت، عاطي حقوق للناس فهم تصوت على على خياراتها فمن يقودها حكومه وبرلمان و جهات محلية، أعطيهم حق صوته. هون ما هو معطينا في المخيمات، ما هو معطينا، وهذا يظهر بإعلان الجبهة اللي دائما تتشدق بإعلانها ديمقراطية وبإعلانها مع حقوق الإنسان، هذا ما حق الإنسان الصحراوي اللي تحت سلطتها اللي مناضل معاها، هذا ما حقه مستخسر في أبسط حقوقه، هو حق فعلا أنه يصوت تصويت في انتخابات صالحة ونزيهة مع دلاله لا حقه في التصويت في المؤتمر اللي تصوت القيادة نيابة عنه وتنتخب القيادة نيابة عنه وتفوز به القيادة وتجي وتقول له يا المواطن ترى انك صوت، وهو يعرف على انه يكذب وعلى انهم كاذبين عليه وعلى انه ما صوت، ما كان فهم ما كان ما حضر. السلام عليكم يا كلباس، بخير يا كلباس، بخير الحمد لله. شوف يا حسن، الناس والله اللي متموكه في العيون ما يكذب عليك كذاب، قله البطاله والله لا خالقه، البطاله خالقه وقطعا أنا خارجة بالملايين هون في فرنسا وفي أمريكا وفي العالم كامل. قلة الخدمة ما نقولوا عنها، اللي ما هي ناس ياسر، المهم بين وبين ما نقدر نقولوا كل شيء فقير ولا نقدر نقولوا كل شيء غني، خارج معاناة وكل مرة يعالج منها شيء. قضية الحباس والله حد ما جابش راسه، يا ما يمتس ولا تنهزم داره ولا ينحبس ولا يكلم، مشي بحريتك الليل والنهار ودف دارك تم لها مشي عاية تم يخبطك قرواح منها، يا غير الدعاية ديال الراديو خلونا منها، راديو الجبهة مزلنا نصلتوله. ثانيا هذا قاعد يتحزب هذا ديال 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 الفرنسا يناقش القضية، يا حسن ومزلنا ندكسوا على راديو لندن، هنا لندن مازالت ما خارج التلفزه ومازال ما خارج بارابولات، خارج لا تلفزه اسبانيا والله قنوات المغرب منين دخلوا، ونحن نصمتوا انتصار افريقيا، انتصار المبعوث كذا كذا الدوله الفلانيه كذا، لا شي ما دال على شي، حتى مولي هذا راه لا شي ما دال على شي وما هم غير من شي. المغرب ماشي مع الامم المتحده بهذه الطريقه، يا غير والله في الميدانيه منين تعود في العيون ولا في السمار ولا في الداخل ولا بوجدور، يا ما هم عالمين بالامم المتحده ولا هم عالمين بالمنورس ولا هم عالمين بقوه عظمى، والله ما هم عالمين بقرار معين. انت ما قد زرت العيون ولا قد زرت المنطقه قطعا عنك ما قد زرتها، والناس اللي مروا منها ومازالوا تحت في الجبهة راهم شافوا بعينهم، والله يا المغرب مو عالم بحد، والله يا مو عالم ذي الحرب اللي نسمعوها لا في هذا اليومي هذا ديال 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 الجبهة اللي قصف كذا وقصف كذا وقصف كذا. هو راه الواقع يا حسن شيء، والارض والواقع على الارض شيء، والدعاية والنظريات والعاطفة شي ثاني. قرار مراكز الأمم المتحدة للاستفتاء وقال تقرير مصير أو حالي أنت الأمم المتحدة
حانوهم اللي ذوك راهو قدامك الوادي اللي الشامر كسات الصحاب. اقنعوك والله المغرب والله مو عالم بالمتحد، والله ثم والله يا ما هو عالم بالمرس ولا عالم يا ما هو عالم بهم، عنده ناس وخدامين في ذاك الشيء وما هم سوق. راهو تعال تزور العيون تشوف، تقول عن الناس قاع ما يعانوا بالصحراء عنها فيها مشكله، وتقيس الداخل وقيس كلها مديها في اقتصاد، وكلها مديها اللي تاجر تاجر، واللي يحوش من البحر يحوش، واللي خضار خضار، واللي عايش في العقار عايش في العقار، واللي يسمسر يسمسر، واللي خدام في المخدرات خدام في المخدرات، وكلهم كلهم موقع مديها في ذا العالم. شكون راه لا نحن هما ناقشوا في ذا المنبر، لا نحن هما ناقشوا في ذا المنبر قضية الصحراء مر في المناطق والله ما عالم بها محمد ذيب. يا ودي الله يهدينا ويهديكم، او حان القرارات المتحده او حان لكم الصحق مارو الدواء. قال مرحبا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الناس فهم في المنطقه ياك الجبهه تكذب علينا تقول لنا خالقه انتفاضه، وانتفاضه حد يلود تعريف انتفاضه؟ انتفاضه راهي معناها على انه الشارع كامل حارق، وناس مضحية برواحها، يعني عنه يسوى عاد قدامها القوات رافدة المدافع لا يتمرق مضحية. ما يمرق رقاش من هذه الانتفاضة، انتفاضة والانتخاب الشارع راقد ولا حرك رقاش فيه، لا بدراية ولا حرك فيه حد محرك حس ولا حرك حد فيه. الناس معناها مع المقاربة وتوه حركة للناس لدعم المقاربة، ذيك هي عياطها ظاهر وحر تحركاتها ظاهرة وموجودة، صحراويين اللي في المنطقة كاملين. هذا اللي تقول جبهة على انه خارج قالوا انتفاضة، ماش نحرك ماش نظهر، وبالتالي هو يظهر للجبهة تكذب. منين تقول لنا عن خارج انتفاضة؟ تقول لنا عن خارج المناضلين خمسة والله ستة حق يا قار، انتفاضة ما هي خارجة. نعطيك عكس قانونيا بعد تصلي السالك له، نعطيك عكس قانونيا اللي قلت، وتعرف عن البوليزاري وما لا تمثل حد ولا حتى في المنتظم الدولي. هو أكبر شيء الأمم المتحدة جالسة مع رؤساء الجهات الثنتين المنتخبة، جهة الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب في وفد المفاوضات، وبالتالي هذا البوليزاري هذا بداية على البوليزاري وما لا تمثل حد. البوليزاري آلاف المؤلفة من الصحراويين اللي كانت ملتوية تحت لواء البوليزاري وتسبح يوما بكرة وعشية باسم البوليزاريو، واللي أنا ذا واحد منهم نتكلم معاك. ما تينا مؤمنين بالبوليزاريو، عدنا حركة قال حركة صحراويين من أجل السلام، ولا كانت البوليزاريو تمثلنا. إذن هذا هو الواقع، المنتظم الدولي ما البوليزاريو ما تمثل اللي الواقع على الأرض، البوليزاريو ما تمثل صحراويين. خالق رواية ذيك الساعة مزالت الصورة نيغرو بلانكو، كانت الناس ملتفة تحت البوليزاريو، قال ديك ما ثلاث خالقة وفصلنا مع البوليزاريو. إذن ما ثلاث ديك ما ثلاث خالقة الصحراويين هم كانوا تحت البوليزاريو. إذا اللي ذي المقالطات وذا تحلف، لا ما تحلف لا، هذا قاع ما في مكلفك عنك تحلف بالله شيء ما كون منه مولانا مكون. مرحبا أحمد، إيش حالك ياك؟ لباس خير. شوف الناس هنا تخالق روايات متخلطة عندها، الأمور متخلطة فيه. هي أولا ما هي فاصلة بين الأصل والانتماء السياسي. بوليزاريو كحركة سياسية كانتماء سياسي يمكن التخلي عنه في أي وقت حسب الظروف وحسب الحاجة له. إذا إحنا ما تلات عندنا به الحاجة إذا تخلينا عنه وفينا منه، هذا انتماء سياسي. وأصل كصحراويين هذا قضاء وقدر وخارج عن نطاقنا، ولا نقدو نتخلاو عنه، لان قاع الا قلناها قاع ما هي قاع جاد على حد تقول عنك ما انك صحراوي، انا احنا صحراويين، وبالتالي هذاك من قضاء الله وقدره ولا فيه نقاش قاع. وهم شاكين عنه اللي في ذي البوليزاري هو اللي صحراوي. ايوا لهنا عقب نقول لهم انا قاع اللي في البوليزاري راهو ما هو صحراوي ولا حد يتكيس معانا. مرحبا محمد علي، اسحالك لباس محمد علي. شفت هو النزاع مازال خالق، ولكن ما هو بنفس الزخم اللي كان به. النزاع مازال موجود ومازال يلود الحل،
هذا ما مختلفين الاثنين، ولكن هل النزاع حجمه وقوته في نهاية سبعينيات القرن الماضي ونهاية ثمانينيات القرن الماضي هي قوته اليوم؟ لا، لكن بالطبع لا. لماذا؟ لأنه أولا الناس كاملة كانت ملتفة حول الجبهة، الناس كاملة كانت مؤمنة بقضية بفكر الجبهة ومؤمنة بطرح الجبهة. إذن هنا تياها الناس تخلات عن هذا، تخلات ياسر من نقول لك تخلات معناها على أني راني تنقول لك أكثر من النص ولا النص، معناها على أن الخيار مات لهون واحد والممثل مات له واحد. ثانيا خالد كان طابع ذيك الساعة عند الصحراويين، هو ولا في عقلية الصحراويين، احنا لا نتكلم ذلك عن الصحراويين، ما نتكلم عن ما نقدر نعدل مجتمع من الألمانيين ونجيبوه ولا من المكسيكيين ونجيبوه نعدله في المخيم، نعدله هو المجتمع الصحراوي. نتكلم عن الصحراويين في ذيك الآونة كانت خالق تخوف من المغرب، وعن المغرب قاع لا خوخة، وعنه لا ضبع، وعنه اللي جاي يأكله، وعنه جاي يقتلو بكاميون أحمر، ونوبه يقتلك بكاميون أخضر، ونوبه يقتلوك ببيقة ما تعرق عيشنه، ونوبه يزرقوك من الطيار. يعني هذه هي السائق في روسنا. إذن كل هذه الدعايات جبرت عنها كذب، وجبرنا على أنه قاعد اللي كان يقتلنا ما كنا فاطنين له ويقتل الصحراويين ويعذبهم، هو قاعد لأهلهم، لأهلهم قاعد لي عاطينهم ثقتهم، وقالوا كانوا الناس كاملة تصدق بأنهم هم ممثلهم الشرعي والوحيد، وعطاهم حق التمثيل. اجبرنا على أنه إذا عادوا لنا مقاربة عدلوا ذاك في ذيك لاوينة، حتى البوليزاريو عدل ذاك في ذيك لاوينة. اجبرنا على أنه المغرب ذيك المرحلة أوفى منها، مات لي الجالة الأحباس والزري وكيف وكميون هذا اللي كان خالق والله الذي عاية طرسته البوليزاريو. يعني كشفت الناس عندي آيات لبوليزاريو اللي تقول كذبة، وبالتالي ذاك التخوف مات له خالق، مات له خالق. ياسر من الناس كان قاعد لك كان خايف قاعد على يقتل، اليوم عاد بالعكس عادي يلمشي افتصال مع الحمادة، لا يقيس دار، لا يقيس راتب شهري، لا يقيس يلوي يعد الحياة الثانية بعيد من الحياة اللي اللي اللي, اللي قابضه البوليزاريو. والبوليزاريو هم اللي ما غيرت من حياتها، ما غيرت من ريتم واقعها الهوكي، ما متمشات مع عالم اليوم. العالم اليوم عالم اقتصاد، باش يعود لي انت تقول لي عالم اقتصاد والناس عايشه كامله الا بمصاريف فهي، وتعود تقول لي انا نعود نحانيك فما تياها نقيس ناحيه ونجي باش تعطيني 160 الف جزائريه للشهر؟ هذا قاع ما قدرت تصورها العقل. 160 الف جزائريه انا قاع ما تشري لي كبوط لواحد من اولادي، ولا تشري لهم صابونه. انا على البوليزاريو ما غيرت من اسلوبها، وذاك التخوف اللي كانت الناس الصحراويين متخوفة من المغرب عنه يوكل الوغيز مات له خالق. السلاح ذيب مع النعجة. إذن هون النزاع قوته اللي كان خالق بها مات له خالق أبدا، مات له خالق. نعرف أنا مات له خالق لأنه لو كانت لي مزالت خالقة ما تعود الناس تصبح في المخيم وتبكر تجير زوالات النار ثانية تدخل العيون، الناس من العيون تقير وتبكر صور زوالات النار ثانية تصبح في المخيم. إذن الحجم وقوة النزاع عامل النزاع النفسي اللي كان موجود في كل صحراوي مثل خالق، وبالتالي النزاع تغير، النزاع تغير، وتغييره هذا يجي في حتى هو في إطار في إطار في إطار حل. هذا التغيير اللي خلق النزاع راهو حل في حد ذاته، راهو ولا يحزن لك عنه ملي ما هو عنه عد الحل للنزاع. لأن منين عاد الصحراويين تلتقى على ضفتي الجدار معناها على انه هون حل خالق، حل حل ما فات رضا البوليزاريو بين، ما فات رضا المغاربة بين، ولكن خالق حل واقعي. وهذا الحل لا يتبلور يوما ما